السلام عليكم طلاب، محاضرتكم الأولى في الفصل الثاني مادة الأجهزة المختبرية والسابعة خلال السنة الدراسية هي الـ pH meter، جهاز قياس الـ pH power of hydrogen. هذه المحاضرة ماخذيها بالعملي، أعتقد حتى هي نفسها نظريا يعني نفسها، بس شوية تغييرات بسيطة. المحاضرة سهلة ومفهومة. جهاز الـ pH pH meter هذه صورته، عبارة عن قطعتين. هذا البروب المهم اللي هو يقيس، يدخل بالمحلول ويقيس درجة الحموضة أو القاعدية، وهذا المقياس الميتر اللي مرتبط به اللي يقرأ ويعرض اليونتس الوحدات أو في الـ pH. The purpose of this device، الغرض من هذا الجهاز pH meter is an electronic device used for measuring the pH acidity or alkalinity of a liquid. هو electronic device، هو جهاز إلكتروني يستخدم لقياس ال pH سواء كانت حامضية أو قاعدية لل liquid للمحاليل السائلة. So special probes are sometimes used to measure the pH for semi-solid substance. بالرغم من أنه أكو special probes يعني أقطاب خاصة تستخدم بعض الأحيان لقياس المواد، لقياس pH المواد semi-solid substance، مواد شبه صلبة. A typical pH meter consists of a special measuring probe, glass electrode. القطب القياس الخاص هو عبارة عن glass زجاجي connected يرتبط إلى electronic meter مقياس إلكتروني that measures and display the pH reading. هو عبارة يقول عن الجهاز عبارة عن قطعتين probe، قطب هذا the probe اللي هو عبارة عن قطب زجاجي بداخله، قطب زجاجي glass electrode connected مرتبط بالكترونيك ميتر اللي هو هذا الجهاز يقرأ measuring يقيس and reading and display the pH unit، يعرض يقرأ ويعرض ال pH. The probe, the pH probe measures pH as the activity of the hydrogen cations surrounding the thin walled glass bulb at its tip. مبدأ عمل البروب هو مقياس لنشاط أو activity، أو هو دالة لنشاط وفعالية أيونات الهيدروجين الموجبة المحيطة ببصلة زجاجية، بصلة زجاجية ذات جدار thin رقيق. bulb glass thin walled يعني بصلة زجاجية ذات جدار رقيق thin walled at its tip في طرفه، في طرف الالكترود أكو بصلة زجاجية جدارها رقيق هي اللي تقيس ال pH كدالة لactivity of hydrogen cations، كدالة لنشاط أيونات الهيدروجين الموجبة. the probes produces small volts، القطب ينتج فولتية صغيرة about 0.6% volt per pH unit، يحتاج إلى كهربائية كلش منخفضة هي 0.6 volt لكل قياس pH. That is measured and displayed as pH units by the meter. هذه الفقرة ما مطلوبة من عندكم، هاي منا للأخير ما مطلوب، اللي مطلوب بس هذا، هذا اللي بالأصفر، هذا اللي مطلوب مبدأ عمل البروب، هذه الكهربائية وشي ما مطلوب. Calibration and use، معايرته واستخدام هذا الجهاز. For very precise work the pH meter should be calibrated before each measurement. لعمل دقيق جدا، إذا تريد عملك أو قراءاتك تكون دقيقة جدا لازم تسوي معايرة calibrated before each measurement، قبل كل مقياس، قبل كل ما تستخدم كل قياس، يعني بعد ما تخلص أول مثلا قياس رقم واحد تسوي له معايرة وتشتغل على الثاني، تسوي معايرة وتشتغل على الثالث. هذه يعني عملية تاخذ وقت طويل جدا بس هي تعطيك قراءات مضبوطة
كلش يعني عمل دقيق. For normal use calibration للعمل الطبيعي يعني الاستخدام الطبيعي يعني ما تريده دقيق جدا عمل طبيعي. For normal use calibration should be performed at beginning of each day. إذا تريد يعني normal use للاستخدام الطبيعي لازم تسوي له calibration قبل أو بداية كل يوم. بداية كل يوم عمل عندك يعني قبل من تدخل للمختبر وتريد تشتغل بهذا الجهاز كل يوم لازم تسوي له معايرة، مو بعد كل قراءة مثل أول مرة الـ very precise work العمل دقيق جدا، لا وإنما كل يوم كل ما تجي للمختبر تريد تشتغل بهذا الجهاز تسوي له معايرة. شون السبب؟ The reasons for this is that the glass electrode does not give reproducible electromotive forces. هاي اختصار للالكتروموتيف فورسز القوة الكهربائية. Over long period of time. السبب انه يقول لك هو القطب الزجاجي هذا ما يحتفظ بالمعايرة مالته لفترة طويلة، يعني ما عنده كهربائية مستمرة ما يقدر يولد reproducible electromotive forces، يعني ما يقدر يولد كهربائية مستمرة حتى يحتفظ بمعايرته لفترات طويلة. لهذا انت من الضروري انه تسوي له معايرة يعني كل يوم قبل العمل. أعيد لكم السبب. The reason for this is ليش إحنا نسوي له معايرة كل يوم. That glass electrode does not give reproducible electromotive forces over long periods of time. ما يقدر يحتفظ بالمعايرة مالته لفترات طويلة. السبب إنه الglass electrode does not ما يقدر يولد كهربائية مستمرة لفترات طويلة حتى يحتفظ بمعايرته. Calibration should be performed with at least two standard buffer solution that span the range of pH value to the measured. تريد تسوي له معايرة. شلون تسوي له؟ لازم عندك على الأقل اثنين ستاندرات buffer solution. محاليل buffer قياسية. معلومة الـ pH مالتهن. على الأقل. وإلا هو يكون الأضبط أنه تكون ثلاثة. معلومة الـ pH مالتين، قيم الـ pH معلومة عندك محاليل اثنين ستاندرات معلومة الـ pH. طبعا هاي محل تجي طلاب، اما يجيك باودر ويافد بروسيجر طريقة عمل يقول لك تاخذ هلقد وزن مع هلقد حجم من الماء ينطيك محلول هلقد الـ pH مالته، او تجي كبسولة جاهزة بس مجرد ما تفتحها بمقدار معلوم من الماء هم ينطيك محلول pH مالته معلومة، او تجي الاكثر والاضبط انه تجي ويا محاليل. أنا كنت أشتغل بالدكتوراه بالبحث مالتي كان أكو جهاز بالمختبر الكيميائي ويا ستاندراته موجودة وألوان لونها أخضر وأزرق ستاندرات موجودة هيك عبوات فيالات، كل ما أريد أشتغل يعني أريد أشوف يعني حسيت إنه الجهاز بدأ يخربط أجي أتأكد بالمحاليل ستاندرات مالته تجي محاليله جاهزة ويا. For general process buffers at pH 4 and pH 10 are acceptable. لازم يقول لك بصورة عامة الأغراض يعني عامة لازم يكون البفرات منهن اثنين لازم تكون واحدة من عندهن pH مالتها أربعة وواحدة pH عشرة، يعني لازم مرة تعايرة على الحامض ومرة تعايرة على القاعدة. واضح؟ بس أرجع أعيد لكم الكالبريشن من جديد. الكالبريشن لازم تكون بصورة نورمال، يعني إحنا لنورمال يوز الاستخدام الطبيعي لازم نعايرة كل يوم قبل العمل. ليش نعايرة كل يوم؟ لأن القطب الزجاجي ما يقدر يولد كهربائية مستمرة reproducible electromotive forces over long period of times، يعني ما يقدر يولد لنا كهربائية مستمرة حتى تحتفظ بالكالبريشن، لهذا يتخربط العمل إذا اشتغلت به فترة طويلة. زين شلون نسوي له كالبريشن؟ لازم عندك two standard buffer solution محاليل اثنين معلومة الـ pH. زين ايش قد قيمهن؟ واحدة لازم pH 4 ولازم واحدة pH 10. ليش؟ لأن حتى مرة عايرة على الحامض ومرة عايرة على القاعدة. The pH meter has one control calibrated. ها أول ما تيجي تعايرة تجيب pH معلوم يعني محلول معلوم الـ pH. هنقول هاي استخدمنا أبو الأربعة. سو حط يعني دخلت بيه القطب البروب القطب مالته هذا. دخل بيه القطب. بالمحلول اللي عندك بمعلوم الـ pH وتضبط تسيت من عنده الجهاز. خلينا نقول انت عندك المحلول كان 4 pH مالته،
طلعت لك على الشاشة مثلا 3.5 4.5، يعني المهم مو مضبوط دقيق. فأكو أكو من عندها شلون دقم تقدر تتحكم به تنظم البي اتش إلى أن تسويها 4، تضبطها على هذا المحلول. سويتها 4 انتهت العملية، تجي تتأكد تجيب لك محلول ثاني وتقيسه، لازم الثاني يكون يعطيك القراءة مالته صحيحة. يعني تجيب الدور أبو العشرة، مو خلصت من الأربعة ضبطت عليه الأربعة، تجيب المحلول بي اتش أبو العشرة هم تدخله بالقطب وتشوف القراءة، إذا طلعت لك 10 يعني جهازك كالبريت، يعني صار لك كالبريشن مضبوطة، عايرته صحيح. أوكي واضح. The pH meter، هذه الفقرة هاي اللي 3 أسطر الأخيرة، هذا اللي حكيت لكم يعني. pH meter has one control، لازم أول واحد control تسوي له calibrated، راح تجيبه تخليه ما تلقاه مضبوط، يعني تجيب الأربعة تخليها ما تلقى 4 تلقى 5 صاير. فأنت تجي سيته سيته القراءة مالته meter reading equal to the value إلى أن تطلع لك 4، خلاص انتهيت. تجي للمحلول الستاندر الثاني أبو العشرة اللي هو سميناه سلوب، هذا سميناه calibrated الأربعة والثاني سميناه سلوب، يعني راح تضبط عليه، تجيبه تدخل بيه البروب، لازم يطلع لك القراءة مضبوطة حتى تقول اني عايرته صحيح. which is used to adjust، يستخدم للتعديل لضبط الميتر ريدينج تو فاليو فور ذا سكند بفر، البفر الثاني يستخدم للضبط، اول واحد تعايره والثاني تضبط عليه. واضح مفهومه ان شاء الله الكالبريشن. الخزن، ظروف الخزن اوف جلاس بروبس، اكو ظروف خاصه لخزن الاقطاب الزجاجيه، مو يعني تعيفها مثل يعني اي جهاز تطفيه وتغطيه وتعيفه، لا اكو ظروف خاصه لخزن القطب الزجاجي. when not is used، عندما ما تستخدمه لفتره طويله، the glass probe tip must be kept wet at the all times، لازم تحافظ عليها بها رطوبه، مكان يعني تخليها مرطوبه، ما يصير تعرضها للجفاف، الجفاف يكسر القطب، يعني لازم تحافظ عليها انه تكون الغشاء مالت البروب يكون دائما رطب. at all times، في كل الأوقات. to avoid the pH sensitive membrane dehydration، حتى تتجنب الجفاف للغشاء الحساس مال قطب ال pH sensitive membrane dehydration. a glass electrode alone without combined reference electrode is typically stored and measured immersed in an acidic solution of around pH 3. القطب الزجاجي هسا شوفون بالرسم آخر شيء، شوفوا طلاب هذا صورة مكبرة للقطب البروب، هذا القطب هذا اللي باين هسا اللي يستخدم بالحقيقة، صورة مكبرة له هو هذا، عبارة عن قطبين، قطب الكترود جلاس الكترود قطب زجاجي وريفرنس الكترود قطب مرجع، قطب زجاجي وقطب مرجع. لازم نحافظ على هذا القطب الزجاجي. A glass electrode alone without combined reference electrode is typically stored immersed in an acidic solution of around pH 3. لازم تحافظ على قطب الزجاجي اللون بمفرده without combined with reference electrode، بدون القطب المرجع لازم تحافظ عليه مخزون بمحلول حامضي يكون pH مالته 3 حوالي pH، يعني اذا تريد تركه لفتره طويله انه ما عندك عمل اسبوع اكثر بالقطب، لازم القطب الزجاجي تحديدا هو بمفرده بدون القطب المرجع نحافظ عليه ونخزنه وين؟ بمحلول حامضي الـ pH مالته لازم تكون 3. بحالة an emergency، إذا كنت مستعجل تطلع من المختبر أو ما عندك محلول حامضي، لازم تحفظه acid high tap water، ماي من الصنبور من الحنفية tap water، يعني ماي من الحنفية تخلي له قطرات من الحامض acidified. إذا ما عندك هذا المحلول الحامض اللي pH مالته 3 وصار عندك حالة emergency طارئة تريد تطلع من المختبر وراح تتركه فترة طويلة
لا تاخذ ماي من الصنبور، ماي من الحنفيه، وتسوي له اسيدفايد، يعني تخلي له قطرات من الحامض، وتحفظ بالقطب الزجاجي. كان بيوز ممكن ان تستخدم هاي الطريقه بحالات يعني نقول اضطراريه، والا هو لازم ينحفظ بمحلول خاص بي اتش مالته 3. من هو تحديدا؟ القطب الزجاجي بدون القطب المرجع. But distilled or deionized water must never be used for longer term probe storage as relatively ionless water socks ion out of the probe membrane through diffusion. هسا هذا شنو الحكي؟ شنو معناه؟ قلنا احنا بالحالات الاضطرارية ممكن ان تستخدم ماء من الصنبور وتخلي له قطرات من الحامض وتحفظ به القطب احسن من ما تتركه وتعرضه للجفاف. يقول لك ما ممكن انه تستخدم، never be used، لا تستخدم ابدا، الماء المقطر distilled water والdeionized water، الماء خالي من الايونات deionized water، ماء منزوع الايونات او ماء خالي من الايونات. يعني هو الماء المقطر شلون هذا يصير deionized water؟ distilled water تجي تسوي له تقطير 3 مرات فيصير deionized water. هذا ابد ما ممكن تحفظ به القطب لفترات طويلة، تخزن به القطب الزجاجي. ليش؟ لان يقول لك يصير امتصاص من قبل الماء. الماء بس اريد تركزوا لي وياي، عندك يعني بيكر صغير وخليت به ماء مقطر، ليش ما يصير تخزن القطب بالماء المقطر؟ اشرح لكم اياها. بيكر صغير خليت بيه ماء مقطر وخليت بيه هذا البروب وتركته فتره طويله، هذا الماء مو دي ايونايزد ووتر، ماء خالي من الايونات، راح يبدي يسوي سوكس يعني يمتص او يسحب الايونات اللي موجوده بالقطب. هسه تشوفوا اكو ايونات موجوده بالقطب، يسحبها اوت اوف ذا بروب، خارج جدار البروب ممبرين، جدار الممبرين، ينقلها لمن؟ ينقلها للماء بواسطة عملية الانتشار diffusion، وبالتالي راح يسوي ديجراد يحطم هذا البروب. أعيدها، ليش ما يصير نحفظه القطب الزجاجي، ما يصير نحفظه بماء مقطر أو ماء deionized water؟ ليش ما يصير؟ must never be used، ما ممكن إنه تستخدمه لفترة طويلة، لأن قلنا الماء عديم الأيونات، ماء خالي من الأيونات، إذا حفظت به لفترات طويلة راح يبدي يسحب الأيونات اللي موجودة بالقطب، يسحبها بخاصية اسمها خاصية الانتشار diffusion، فراح يسوي وبالتالي يسوي تحطيم المن للقطب، راح يتحطم القطب، degrades يسوي تحلل للقطب. Combines electrodes, glass membrane and reference electrode are better stored immersed in the bridge electrode often KCl 3 مولاري. إذا محفوظ مع بعض الجلاس ممبرين والرفرنس، إذا تريد تحفظهن سوا هذني مع بعض الجلاس والالكترود، هذه لازم ينحفظون بمحلول الكتروليتي من KCl تركيزة 3 مولاري إذا مع بعض. إذا واحدة زجاجي، هذيك التفاصيل حكينا بيها إنه محلول حامضي مولاري 3، إذا مستعجل تقدر تحفظه بماء من الصنبور وتخلي له قطرات من الحامض، تسوي له أسيدفايد تحمض الماء. ما ممكن إنه تخزنه بماء مقطر أو ماء دي أيونايزد، هاي كلها جاي أحكي عن الإلكترود بدون المرجع. إذا تريد تحفظهن مع بعض القطب الزجاجي والقطب المرجع، لازم تحفظهن بمحلول إلكتروليتي من KCl تركيزة 3 مولاري. واضح هذه الخزن. تنظيف cleaning and troubleshooting of glass probes. Occasionally about once of a month. من الحين والآخر، من الحين إلى الآخر، يعني تقريبا كل شهر لازم تسوي تنظيف للقطب. The probe may be cleaned using pH electrode cleaning، محلول محلول لتنظيف القطب. طبعا هذا هم يجي وياه بالكيت، يجي بالعده، شلون محاليل الكالبريشن، تجي محاليل التنظيف وتجي محاليل الخزن. الا يعني مثلا خلص هذا المحلول او يعني تبدا بالمختبر، فممكن انه يحضر.
Generally بصورة عامة هو 0.1 molarity solution of HCl is used having pH 1. ممكن تحضيره بكل سهولة. تركيز 0.1% مولاري، العفو 1 بالـ10 مولاري من الـ HCl، من محلول الـ HCl تغسل به القطب. وش وقت هذا؟ من الحين إلى الآخر، يعني تقريبا about مرة، تقريبا مرة واحدة في الشهر، مرة واحدة بالشهر تغسل القطب بمحلول تركيزه 0.1 بالـ10 مولاري من الـ HCl. In damaged film of glass, alternative dilute solution of ammonium fluoride can be used. ممكن انه تستخدم اذا صار damage film of glass، اذا صار تحطم للقطب الزجاجي او يعني صارت يعني عليه يعني فد ملوثات ما راحت بصورة ما راحت بالحامض، ممكن انه تغسلها بمحلول مخفف من الامونيوم فلورايد can be used. بس الاغلب الاكثر شيوعا هو الطريقة الاولى 0.1 بالـ10 مولاري من الـ HCl. اشرح لكم هسه القطب. طلاب هاي يعني صورة مفصلة للقطب. القطب هو عبارة عن اتحاد قطبين، قطب زجاجي الكترود البروبس، احنا ذاك نسميه بروبس، هذا نسميه بروب. البروب صورة يعني من داخله للمانيوفاكتشر مالته تصنيعه، شلون يصير؟ عبارة عن قطبين، قطب زجاجي glass electrode متحدات طبعا مع بعض وريفرنس electrode. الglass electrode شوفوا التأشيرات المهمة من هنا نبدي. بصلة حساسة هذه اللي قلنا عليها، جدرانها تكون زجاجية، هذه بصلة حساسة، التب مالتها الطرف، هذه البصلة طلع sensitive glass membrane بولب، بصلة زجاجية جدارها حساس، هذا طرف القطب، اكو هذا الطرف الزجاجي قطب، هذا اللي جاي نشرح الزجاجي، طرفه اكو سيلفر كلورايد AgCl، مادة الـ AgCl. بعد اكو بداخله مملي بمحلول الـ KCl، الـ pH مالته 7، KCl pH 7. بعد هذه السلك اللي بداخله هو عبارة عن سيلفر إليمنت، عنصر الفضة، سيلفر إليمنت، هذا السلك كله من بداية نهايته أكو سيلفر إليمنت، والنهاية مالته تب طرفه AgCl، ملح الـ AgCl، سيلفر كلورايد. هذا التأشيرات المهمة. هذا أوتر بودي، الغلاف الخارجي مالته، رقائق، هذه رقائق foil shield، الاند كاب، هذه الباك سيل، الختم الخارجي، coaxial cable، محور الاتصال او محور الالتقاء بالجهاز الميتر، محور الالتقاء بيناتهم. القطب الثاني reference electrode، قطب المرجع. هذا غشاء مسامي، غشاء مسامي liquid junction porous ceramic، من مادة السيراميك، مسامي يكون porous ceramic، مسامي porous يعني مسامي، والسيراميك يعني مادة السيراميك. liquid injection هو هذا المكان التقاء السائل، يعني معناها التقاء السائل liquid injection، من مصنوع من porous ceramic، سيراميك مسامي. mercury chloride، كلوريد الزئبق، كلوريد الزئبق، هذا الطرف مالته التب، هنا التب مالته كلوريد الفضة، هذا التب مالته كلوريد الزئبق. أتمنى تميزون عدل بيناتهم، لأن أنتوا عرفتوا بعد طبيعة الأسئلة مالتكم كلها يعني اختيارات وصح وخطأ، فيعني وارد الصح والخطأ بهذا الموضوع كلش، إنه الفرق بين الريفرنس الكترود والجلاس الكترود، هذا التب مالته AgCl، هذا التب مالته HgCl. مملي بمحلول الـ KCl نفس الشيء،
هنا هم KCl الكترولايت، هذا هم KCl element، هنا هم هذا KCl محلول، هنا الإليمنت مالته منو السيلفر، فضة KCl element. الباك سيل ختم اللي موجود على الظهر أو على النهاية، والإند كاب هذا الغطاء الخارجي، وهنا هم محور الالتقاء بين القطبين، محور الالتقاء بين القطبين. إذن هذه صورة مكبرة للبروبس اللي يدخل بالمحلول، هو عبارة عن اتحاد قطبين، قطب زجاجي وقطب مرجع. القطب المرجع، القطب الزجاجي يتكون نهايته من بصلة، يعني من اسمه بصلة زجاجية سنسيتيف، حساسة، جدرانها تكون حساسة. من يتكون السلك مالته، يتكون من عنصر الفضة، ونهايته التب مالته من كلوريد الفضة، مملي بمحلول الكيسيال بي اتش مالته 7. هذا شنو؟ هذا يتكون من التب مالته من الميركوري كلورايد، كلوريد الزئبق، وهم مملي بمحلول الكيسيال نفس الشيء، والإليمنت KCl. النهاية مالته، هذا نهايته نهايته بصلة، هذا نهايته بورس سيراميك، سيراميك مسامي، عبارة عن مكان لالتقاء ليكويد جونكشن، التقاء السائل، السائل يعني هذا ينزل به السائل الالكتروليتي. وبالأخير اثنيناتهم يتحدون مع بعض ويتصلون بالميتر، هذا الميتر اللي هو رمز، يعني هذا الرمز للميتر يعني هذا الجهاز البدي اللي يقيس لك القراءة اللي يطلع به القراءة، هذا الميتر هنا رامز له بدائرة قايل عليه الميتر، هذا الجهاز. طلاب محاضرتنا لهنا انتهت، اكو فيديو نزلت لكم اياه عن موضوعكم هذا، خلي اعرضكم اياه، شوفوا شلون يشغل الجهاز. شوف طلاب هذا جهاز الميتر، بي اتش ميتر موجود بالمختبر، ان شاء الله اذا رجعت الظروف طبيعية راح تشوفوا تشتغلون عليه بايدكم. هذا استوى شغل ستارت، راح اسوي له كاليبريشن، داس على فد زر مكتوب عليه سي اي او يعني كاليبريشن، غسل القطب بالماء المقطر وجففه بالكلينس، محضر هذا البيكر الصغير. شوفوا طلاب هاي المحاليل اللي قلت لكم عليها تجي ألوان من الجهاز، شوفوا نعم، هذا الـ pH مالته 4، هذا الـ pH 7، هذا الـ pH 10، شوفوا نعم، راح يتأكد، حط بالتست تيوب، هذا جاي يسوي له كاليبريشن. راح يشوف الجهاز مالته مضبوط او لا. داس على زر المعايرة، ضبط على هذا المحلول، غسله، لازم يغسله حتى لا يصير تلوث. شوفوا نعم، هذا اللي الصورة المكبرة بالنهاية لهذا القطب اللي بداخلها اسلاك اثنين، هن اقطاب المرجع والزجاجي، غسله من جديد بالماء المقطر وجففه، راح يستخدم المحلول الثاني ابو البي اتش 7. مضبوط الجهاز، ضغط على زر الكاليبريشن اللي هي CAL، غسله، راح يعايره على الثلاث محاليل حتى يتأكد من عنده انضبط. وهم راح يجففه ويا كل مرة حتى يبقى قراءة مضبوطة. وهذا المحلول الثالث pH 10،
راح يتأكد من إنه الجهاز السيد على 10 سوى له كالبريشن. خلاص هسه الجهاز صار معاير ومضبوط، يقدر يستخدم لأي محلول ثاني. هسه راح يقيس القراءة مالته. إلا تطلع كلمة ready تتوقف هاي التغيير بالدرجات، تطلع كلمة ready هاي تكون القراءة مضبوطة. ويا كل مرة لازم ينغسل حتى المحلول الثاني اللي بعده ما يتلوث ويصير خطأ بالقراءة ويتجفف ويا كل مرة. طلاب إن شاء الله صارت واضحة عندكم المحاضرة سهلة. شكرا لحسن الاستماع.